السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هو أفلاطون؟ بداية، ولد الفيلسوف اليوناني القديم أفلاطون في 427 قبل الميلاد في مدينة إثنا في اليونان، وقد كان طالب العالم سقراط ومعلم أرسطو، كما أسس أكاديمية خاصة للأعمال الفلسفية ووضع تصورا منهجيا وعقلانيا لبعض المفاهيم المختلفة وعلاقتها المتبادلة في علم الميتافيزيقيا كالأخلاق وعلم النفس الأخلاقي. واحتوت أعماله أيضا على مناقشات في الجماليات والفلسفة السياسية وعلم الكونيات وفلسفة اللغة والكثير والكثير. ولم تنحصر أيضا إنجازاته في الفلسفة، بل توسعت لتشمل النواحي الرياضية والعلمية. وقد توفي أفلاطون عام 348 قبل الميلاد في البلدة التي ولد فيها والتي تسمى إثنا. أتمنى أن تكون حصلتم على الفائدة التامة بإذن الله.